فني، فالحمد لله الامتحانات تسير سير حسن حتى هذه اللحظه. غرفه العمليات الموجوده مشكله في فيديو كونفرنس على تواصل مستمر يومي مع وزاره التربيه والتعليم ومع غرفه عمليات المحافظه لحدوث اي مشكله لمعالجتها فورا. لم ترد اي شكاوى حتى هذه اللحظه سواء من صعوبه الامتحانات او من اي خلل امني. مديريه الامن مشكوره تدعمنا بقوه في تأمين ورق الأسئلة وورق الإجابة ومراكز التوزيع واللجان الامتحانية، وهذا عهدنا بها دائما، وده من خلال البروتوكول اللي موجود اللي بيرعاه محافظة الدقهلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية. امتحانات كويسة يعني مش أي مشاكل، هتخلص امتى إن شاء الله النهاردة؟ لم ترد أي شكاوى، إن شاء الله في منتصف الأسبوع القادم تنتهي كافة امتحانات الدبلوم النظري، ثم ننتقل إلى الماراثون الأكبر وهو امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله. كل سنة وأنتم بخير ومستعدين لها بإذن الله.